زار معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، يرافقه سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل الوزارة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في منطقة سيح الدحل، ومجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتحكم في منطقة ورسان، حيث كان في استقبالهم سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وقد حضر اللقاء عدد من كبار موظفي الهيئة. استهل معالي الوزير زيارته بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه وتديره هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث استمع من سعادة الطاير إلى شرح تفصيلي عن مراحل المجمع الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. وقد تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجا واط في أكتوبر من عام 2013، وسيتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجا واط في إبريل من عام 2017، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 1000 ميجا واط بحلول 2020 و5000 ميجا واط بحلول عام 2030. كما شملت الزيارة المواقع الإنشائية لمركز البحوث والتطوير وكذلك مركز الابتكار والمزمع الانتهاء من بنائه في عام 2018 ومحطة التحويل الرئيسية قدرة 400 على 132 كيلو فولت الخاصة بالمجمع التي تبلغ تكلفتها 275 مليون درهم وبقدرة تحويلية 1515 ميجا فولت أمبير، ومحطة ضخ وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تعمل بتقنية التناضح العكسي والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 مترا مكعبا يوميا. وثمن سعادة سعيد محمد الطاير زيارة معالي وزير الطاقة منوها بالتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر من خلال تنويع مصادر الطاقة عن طريق زيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة للمساهمة في حماية البيئة من خلال تقليص آثار الانبعاثات الكربونية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. واستمع معالي سهيل المزروعي من سعادة سعيد الطاير إلى أبرز المشروعات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومنها مركز تفاعلي للابتكار مجهز بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لصقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. أيمن مصبح، قناة الظفرة.